على أساس بدك تتعاوني معنا وتخبرينا بأبسط حركة عم بتصير، وهيك ما بقى فينا نوثق فيكي. لا، ما لقيت فرصة ست أوزلام. كل شي صار بشكل مفاجئ. قدرة قالت لنا يلا طلعوا، فطلعنا من القسم فورا. طيب ما شفتيني إلي؟ أوكتاي، مراد، ملتم، ما شفتيهم كمان؟ شو بيصير لو شفتكن ست أوزلام؟ لو مسكتني الست قدرة وعرفت إني فسدت للإدارة كانت قتلتني فورا وما خلتني عايشة. عم تقولي قواعد وقوانين السجن على طرف لحال والست قدرة لحال، هيك انتي عم تقولي صح؟ معقول هي فوق القانون؟ لا ست أوزلام، مو هيك قصدي. نحن ما فينا نتحدى الدولة أبدا. ايه؟ وقت تنقفل بواب الأقسام وبعد ما تغيب الشمس ويصير ليل، بتروح الدولة على بيتها ست أوزلام وبتنام وبترتاح قد ما بدها. بس قدرة موجودة معنا مثل عزرائيل، بتضل قاعدة فوق راسنا للصبح. انتي هون؟ وين كنتي انتي؟ أوزلام طلبتني، ضحكت عليها بكم كلمة واجيت لعندي. طيب في شي خبر عن نهال او اي شي تاني؟ هي بالمشفى عندها عملية. ماشي، مرك الفترة، خبريها بشغلات غلط وكذبة وخدي منها. انا بأمرك. هاد أكتر شي بيوترني عن جد، ضايقوني. عم ندفع مصاري. أيوة، نحن عم ندفع مصاري. يا أمي، وجاني ضهري من حمل أويكو كل نهار، رح فوت اتسطح شوي. عزراء، هلا أنت برأيك دينيزيا اللي قتلت الست نهال؟ لا، ما بتوقع غبية هالقد. إن شاء الله ما تكون عاملتها. إذا ماتت الست نهال فعلا، وقتها دينيز مستحيل بقى تقدر تشوف بنتها، وخصوصي إذا حكموها مؤبد رح تقتل حالها. لا ما بعرف، إن شاء الله يلاقوا شي دليل عكسي اللي عم فكر فيه. كيف وضعها هلا؟ العملية نجحت، هلا هي منيحة. طيب بقدر شوفها؟ أكيد مو هلا، لما تكون جاهزة من خبرة. تمام، شكرا كثير إليك. سلامتك. تسلمي، شكرا. سمعت إنك تجادلتي مع الست نهال، وقتها كان في شو؟ مزبوط. إيه بس شو يعني هو خلاف صغير؟ ما منقتل كل واحد نتخانق معه سيادة النائب. خبريني شو شفتي؟ مين قتلها؟ ما بعرف منو. كانت واقعة على الأرض وقت مريت من الكوريدور، ودينيز قاعدة ومصدومة جنبها هيك. والله ما بعرف إذا هي، أنا ما شفت شيء أبدا. اسمعي، إذا كنتي بتعرفي شيء وما عم تقولي لي إياه رح تحترقي. والله ما بعرف شيء أبدا، معقول كون بعرف وما أحكي؟ مو في مرة تحديتيها بغرفة الأكل وقلتي لها انه انت الاغا هون؟ ايه صح، قلت لها، بس انا ما عملت شي. ومن زمان كتير هالقصة صارت، يعني شو ما كان هي بتضل من الدولة. حضرة النائب، نحنا منعرف حدودنا، منعرف منيح وين نوقف ومين نضرب. مو شايفة شي ولا سمعاني شي؟ ما لا بنوب، انا ما شفت شي ابدا. يعطيك العافية. الله يعافيك. أهلين، أنا اسمي ميتين كوناك، مفتش من وزارة العدل. وأنا المساعدة أوزلام بلبان. أهلين فيك. أهلين فيك. بيّن شيء أو عرفتوا أي معلومة؟ لا ما في شيء بنوم. حتى لو بيعرفوا شيء ما رح يعترفوا بهالسهولة. خلينا نشوف، تفضلي.
على أساس عندك معارف. رح نساوي كل شي منقدر عليه لنفتح الطريق للعدالة بحياتنا وكل واحد ياخد حقه. حضرة النائب قومي بدلي تيابك، حطي الوسخين بالكيس. يلا كيف فستني هال؟ شو صار؟ ما عرفتوا شي؟ شو دخلك بالموضوع؟ لا تكوني خايفة عليها، تعملي عملتك وبعدين بتسألي. وهيك كمان خفتي على زوجك؟ ضمير بيصحى متأخر دايما. انتو ناس غريبين كتير. مو أنا اللي عملتها، والله العظيم إنه مو أنا قتلتها. لازم صدقك هلا؟ حاج حكي فاضي، خلصني غيري تيابك. يلا سعالة تلبسي، يلا النائب ناطرك. يلا لك امشي خلصيني. يلا الحادثة شلون صارت؟ الحادثة؟ شو قصدك سيدي؟ بقصد شلون قتلتيها؟ ما عملت شي من امبارح وانا عم قلكم. إنيس ليكي، انا برايي من اولا نتفق. اسمعي، اذا بتقولي الحقيقه شغلك بالمحكمه بيكون اسهل. قولي الحقيقه. وشو الشي اللي مفروض انا اعمله؟ ها تقولي اعترافك. اعتراف بشو؟ بشو؟ ما عملت شي صدقوني، أنا ما عملت شي، ومن امبارح عم حاول إلكن هالشي وما حدا عم بيسمعني بنوم. اهدي، أنا عم بسمعك. احكيلي يلا. كنت بغرفتي بوقتها وبعد دودو جابت بنتها لعندي، قالت لي خليها عندك لبين ما يهدى الوضع برا وما تخليها تطلع. قلت لها تمام. بتقوم البنت بتطلع من الغرفة فجأة وأنا بركض وراها فوراً. والممرات أساساً كانت ضايجة والكل عم يركض كتير عجقة، وخفت كتير يصير شي لأويكو، وصارت تركض بسرعة وأنا عم أركض وراها من خوفي عليها. ناديت لها، قام شفتها من بعيد عم تركض، صرخت لها أويكو. بعدها صرت أركض لعندها بسرعة، وبعدها وقعت. وقعتي جنب الست نهال؟ ما كان المكان مليان دم، صحت. وقتها كان في كتير ناس بالكوريدور، كتير ناس. أنت الوحيدة اللي وقعتي، بس أنت بيناتهم. ما بعرف. شو ما بتعرفي؟ شو بتعرفي منيح شو عملتي؟ الست نهال عرفت انه عم تحكي على الموبايل وطلبتك لعندها، صرتي تصرخي وطايتي عليها. كيف؟ عصبتي كثير. ما؟ ها؟ شو عم تحكي سيدي؟ شو دخل هالموضوع هاد بهذا؟ انت بتفقدي السيطرة على حالك وقت بتعصبي مثل ما عملتي بزوجك. ذكريني كم رصاصة قوصتي عليه؟ انا ما عملت شي. تمام؟ انت هددتيها يا بنت، كان في شهود، صرختي عليها كمان، جيتي تحاسبيها. ما قولي مو أنا. اعترفي مو قولي أنا. يلا مو قولي أنا. جيتي تحاسبيها. انا ما عملت شي لاي حدا اساسا. لما تفيق الست نهال رح تعرفوا انه انا ما دخلني. لما تفيق. الو أزلم مراد، شو صار؟ العملية نجحت، نشكر الله. الدكتورة قالت إنها منيحة، إن شاء الله يكون خير. شو حلو هالخبر. إيه والله. صحيح أوزلم، بدي أسألك، بيّن معكم مين عملها؟ دينيز؟ ما عرفنا دينيز بالتحقيق، هلأ عم نشوف. تمام، خبريني فورا بس تعرف. رح حاسب يلي عاملها مين من كان. إيه أكيد.
يلا قومي. برأيك هي المجرمة حضرة النائب؟ ممكن، بس دينيز ديمير معها حق بقصة. ما حدا بالدنيا بيعرف مين القاتل الحقيقي غير الست نهال طبعا، وطالما نحنا ما أخذنا إفادتها فمستحيل نعرف، مستحيل. تفضل. انتباه انتباه إلى كل السجينات، اخلوا الأقسام فورا. إلى كل السجينات، اخلوا الأقسام فورا. انتباه انتباه إلى كل السجينات، اخلوا الأقسام فورا. إلى كل السجينات، اخلوا الأقسام فوراً. رح أنجح هالمرة، بتشوفي؟ رح تنجحي، كل الناس بتعرف مين بتكون أوزلا. معقول دينيزي اللي عملتها؟ ما بعرف والله، مين مفكرة حالها هالغبية؟ تأخر بظن عطا. لكم مين إجا؟ أهلا وسهلا، أهلين معلمة القدرات. تعو تعو يا بنا، لا تحاكوها شي. ها أهلين. ما بدنا نرجع نتخانق معه. وينه؟ ما بعرف والله. إجت ليكا، شوفيها. خلص خلونا بحالنا. والله نفدتي يا أم الشعر الأحمر. هذا نصيبي يا ستي. نصيب مو نصيب ما بتفرق، لازم نستقبله. تعي لهم. شيلينا من الاستقبال هلأ، لأنه قصص العزايم والواجبات ما بتلبق لك أبداً. إلك كم يوم عم تعملي لي أكشن وحركات، والله إني خايفة عليك تموتي ويصير لك شيء ونخسرك. لك لا، وين بدي موت؟ لسه بدي زوجك بالأول، ما رح روح لمكان قبل ما أشوفك عروس. نعمل لها حنة معلمتي؟ إيه طبعاً. لا 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 لا. هاي الحنة يلي بكفي بكفي. اخرسوا اخرسي، لا تجادلي. دخيله شو كتي ولي؟ شو ليك شو مجلوقين؟ يلا قوموا قوموا، يلا قوموا كلكم، يلا يلا قوموا. طولي بالك. خير ان شاء الله، روقي. قوموا قوموا. اقعدوا يا صبايا. والله كلك ذوق، اقعدوا. اللي قلت مبارح يا لطيف على هالحكي. هون بهذا السجن صارت شغلات ما منيحة أبدا، شغلات ما بتسعد أي حدا فينا. انصابت كم وحدة منكن يا صبايا، وهلأ هنن عم يتعالجوا بالمشفى. الست نهال مديرتنا موجودة بالعناية هلأ، تقوم بالسلامة. وهذا الشيء مؤلم. شو المؤلم؟ إنه يكون الشخص يلي مساوي هالشي بيناتنا هون. شكراً أوزلان، أنا وظفتني وزارة العدل بالتحقيقات الإدارية اللي رح تصير بالسجن. حضرة النائب بنفسه عم بدير التحقيقات هون. بصير خير. رح نعرف مين حاول مبارح يقتل الست نهال ونكشف هويته بأقرب وقت، وبعدها رح نتخذ بحقه الإجراءات اللازمة. ليكو يا صبايا. ليكو هذا الثاني. اسمعوني منيح.
نعرف أنه فترة السجن صعبة. الوزارة والإدارة عم تعمل كل شيء لتحاول تحسن من الظروف، وما عم تقصر معكم بأي شيء بنوب، ورح تضل تعمل هيك. إيه بس في شيء لازم تفهموه منيح، في شيء لازم تفهموه منيح كتير وتخلوه على طول حلقة بأدانكم. أي تمرد ما رح يقدر يخلي ظروف السجن أحسن. التمرد بيعني إجراءات أمنية أشد وضوابط أشد وحرمان من الحقوق، وعقوبات رح تكون أصعب وأشد. ما بعرف عم تفهموا علي؟ ها؟ ما في حدا ولا أي حدا ولا مجموعة بصراعات القوة والسيطرة يلي بتصير بيناتهم ما تحاول تخلي بعض النقص الموجود بالإدارة حجة لإلها لأنها تساوي أخطاء، لأنه ما رح نسمح بولا طريقة أنه تصير هيك مسخرة. لحتى ناخد إفادة الكل وينتهي التحقيق، المكالمات ممنوعة والزيارات ممنوعة لحتى نخلص. ما خلص يا صبايا، قاتل واحد بس في 100 مظلوم. بالضبط. اهدوا شوي، اهدوا شوي صبايا، اهدوا واسمعوني. أنا بوافق على كلامه، التمرد ما له حل وما رح يكون له أي مبرر، بس في شي من واجبي إنه ذكركم فيه، إنه ما في بالسجون كلها ولحد هاي اللحظة تمرد سجني ما انقمع فوراً من قبل الإدارة. قد ما كان التمن غالي أكيد رح تدفعوه، كل التمردات قمعوها وما استمرت، لأنه العكس مو ممكن إنه يصير. ما في هون مجموعة من الناس إنهم يكونوا أقوى من الدولة ويقدروا يتمردوا، ونفس القصة بتصير كمان. كل تمردات العالم يلي بتصير عم تنقمع بشكل ما، بس هالشي مانو مهم أبداً. أنتوا بتعرفوا شو هو المهم بالموضوع؟ الأخوة أكيد. شو هالوساخة؟ المهم من كل الموضوع هو التمرد يلي عايش جواتكم. وقت تلاقوا شي طريقة عم تنقمعوا فيها، نحنا وقتا مجبورين نلاقي طريقة غير هيك، وساعتها منكون قدرنا نتخطى مشاكل كتير معكم. حالياً لو سمحتوا، لو سمحتوا حاولوا تسكتوا التمرد يلي جواتكم. ما هدفنا نأذيكم أبداً، هدفنا نلاقي القاتل، وإلا بهالحالة رح نتهمكم كلكم. تأكدي إني رح ساوي كل شي بقدر عليه لحتى طلعك من هون، بس ما بقى تخبي عني شي أبداً هالفترة. أي أكيد. بنتك إجت لعندي على المكتب وقالت إنه هي قوصت أبوها، وسألتني إذا بروح وبعترف بكل شي هالشي بخفف عقوبة أمي. شو رأيك دينيز؟ ليش؟ لا 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 مو مزبوط، هي عم تكذب عليك. انت شو قلت لها وقتها؟ انا قلت لها انه ما تتصرف بسرعه وانه هالشي ما رح ينفعك ابدا، بس للاسف ما اقتنعت. انا ضروري احكي معها دينيز. ليك اذا هالحكي طلع صح ما لازم نخليها تعترف ابدا، هن رح يعفوك من سنين بس رح يحبسوها، رح تصيروا اثنيناتكم بالسجن سوا. انا هلا جبتها معي لهون وهي قاعده برا، بس هن مانعين الزيارات. رح خليك تشوفي بنتك بس يرفعوا الحظر، بوعدك. والله ضربت لك اياها كيف كسرت لها اسنان الحلفيه. حاجتك بقى انت تصطف لي، لا تصدق ان شاء الله مفكره انا عم بحكي، ان شاء الله تصدقي. ايه خلصنا، حاجتك بقى. دينيز خير؟ شو شايفتك طلعتي؟ اي صح، الست أوزلام هي طلعتنا. قديشك محظوظة، لو كنا نحنا لضلينا أسبوع. ليكي عزراء، كتير ضروري أحكي على التليفون فورا. الجواسيس بكل مكان هون. ضروري.
ضروري كتير أحكي مع بنتي. فهمتي اللي قلته؟ عين الإدارة علينا، الوضع متوتر، طولي بالك شوي، كلنا بدنا نحكي. ما بطول، بحكي على السريع، بقلها كم جملة وبسكر. خلصنا عسراء لو سمحت. قلت لك لا. شي حلو والله. كنت أحمل عطول معي يا بنتي. دودو شوفي حالتها لرفيقتك. يونجا تعي لهون، شو عاملة بحالك؟ اهدي شوي. شبه حالتي بالله؟ شبه حالتك عن جد عم تسألي؟ واقفة غصب وعشوية بتوقعي، حابة تروحي على المنفردة؟ ايه لا تخافي علي، ما رح روح خلص. عم تقلي ما خاف؟ يا الله ما خاف يا الله. دودو روحي على غرفتك، روحي. ليكي لا تعيديها. دودو دودو يا أهلين مراد بي، إلي من الصبح عم دور عليك والله. عطيني بنتي خليني ورجي. شوف شو رسمت بنتي أويكو، أنا كتبت أهلا وسهلا وهي رسمت هالرسمة. مين يلي قتل مرتي دودو؟ أنا ما بعرف ابنه. شوفي بياخدوا بنتك بتقرير مني مفهوم؟ وما بتشوفيها غير اختفت فجأة. انتي عايشة جنب دينيس، ليكي بعطيكي يوم كامل، بدك تعرفي مين يلي قتل مرتي، عم تفهمي؟ وإلا بياخدوا بنتك. تمام؟ مراد بيك أنا انتي ما بعرف شي. انتي ما بعرف. انتي شو عم تعملي هون؟ لازم تكوني بالمنفردة. هنن أطلقوا سراحي. أطلقوا سراحك؟ أطلقوا سراحك؟ أنت مفكرة كتير سهل تقتلي مرتي وتتفتلي على كيفك؟ مراد أنا ما عملت شي، مو أنا اللي قتلتها. قولك أنا شفت بعيوني. أنت ما شفت شي أبدا، لما أجيت أنت خلص وقت تفيق الست. أصحك أصحك تلفظي اسم مرتي على لسانك. إذا مو أنت لازم تعرفي مين يلي قتلها. لك نهال عم تموت وأنت عم تتمشي هون مثل حيوانة. امشي تمام. امشي قلت لك امشي. مراد مراد وقف، مراد وقف، روحي على غرفتك. كلكم بتعرفوا مين اللي عملها. اهدى مراد. كلهم بيعرفوا، ولو بيعرفوا رح يحكوا. أنا رح خليكم تحكوا. خلص مراد اهدى، راقب لي إذا في حدا. مراد رجع على وعيك. يلا النائب والمفتش هون، بتعرف شو بصير إذا شافوك بهي الحالة؟ ما رح تنفع حدا وانت بهيك حالة، رح تأذي السجينات ورح تأذي حالك فوقها ورح تأذي نهال. لك أنا ما عاد فيني أتحمل. شش اهدى شوي، لا تأذي حالك، روح على المشفى، خليك مع مرتك. انت شو عم تعمل هون هلا؟ ها؟ لازم تضل جنبها على طول صح؟ يلا يلا على المشفى، يلا يلا.